مجلس وزراء من كفاءات وطنية تقوم بتشكيله قوى الحرية والتغيير. المجلس السيادي يتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان. تأجيل المجلس التشريعي ليتشكل بعد تشكيل مجلس السيادة والوزراء. شكلت لجنة فنية مشتركة من قانونيين بمشاركة خبراء أفارقة تنهي عملها خلال 48 ساعة ابتداء من صباح السبت كي ما يتم توقيع الاتفاق السياسي النهائي.